مشاهدي مشاهدات صفحة اليوم 24، كما تلاحظون سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني انقطعت أو أغلقت الشارع الرئيسي بمدينة وجدة استجابة لدعوات العديد من الجمعيات والنقابات التي تمثل قطاع النقل وبالخصوص قطاع سيارات الأجرة. معنا مباشرة العزيز الداودي. عزيز الداودي وهو منسق أو رئيس فيدرالية النقل بالجهة الشرقية، سيتحدث عن دواعي هذا الإضراب ويعني المدن التي شاركت فيه بالمنطقة الشرقية، وأترك له الكلمة. تفضل أستاذ عزيز. تحية وسلام. بخصوص أولا أشكر الموقع المتميز اليوم 24 على مواكبته لتغطية كل كبيرة وصغيرة، خصوص يعني هالإضراب اللي كانت حد تاريخه تقريبا منذ شهر تقريبا. بالنسبة للإضراب جاء على نقطة محورية ومركزية تتعلق بهذه الزيادات اللي كنعتبروها غير مشروعة ومتتالية في أسعار المحروقات، زيادة طبيعة الحال التي أنهكت جيوب السائقين بل أوصلتهم إلى الإفلاس، خصوصا وأن المنطقة الشرقية برمتها ولمدة عقود من الزمان اعتادت على التزود بالوقود المهرب، وبما أن الحكومة المغربية أقدمت على تسييج الشريط الحدودي فلقد اضطر طبيعة الحال مهنيو النقل الطرقي بشكل عام إلى التزود بالوقود الوطني، وكانت طامة الكبرى أن تم تحرير أسعار المحروقات. ورغم أن الحكومة كانت قد التزمت بدعم مهني النقل الطرقي بالغازوال ووزعت بذلك استمارات على مراكز التنقيط لملئها والاستفادة بالتالي من هذا الدعم، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث، وهو ما ترك لنا الانطباع بأن هذه المسألة كانت مناورة مكشوفة، الغرض منها هو التحرير لأسعار المحروقات، بل أن حتى هذا المصطلح نتاع التحرير تبين لنا أنه محتكر من طرف أربع شركات أو خمس شركات موزعة للنفط، واغتنت حد التخمة في الوقت الذي تم تفقير فيه فئات واسعة من المجتمع المغربي بشكل عام ومن مهني النقل الطرقي بشكل خاص، اللي كما قلت راهم على حافة الإفلاس. شنو هي الآفاق ديال الإضراب ديالكم؟ المعلوم أنكم في يعني في البيان أعلنتم بأنه سيكون إضرابا مفتوحا، واش سيكون يعني حقيقة إضراب مفتوح؟ سيستمر الإضراب إلى أن تجدوا حلا، أو أنه سيتم يعني رفعه؟ هذه الأمور متوقفة على ما سيؤول إليه الإضراب وما ستقرره بطبيعة الحال القواعد التي قررت الدخول في هذا الإضراب، وكل نقاش عن وقف يعني هذا الإضراب هو نقاش سابق لأوانه، على اعتبار أننا ونسجل هذا بمرارة لم نلقى الأذان الصاغية لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الجهوي ولا على المستوى المركزي، وكنا قد راسلنا الجهات المعنية بخصوص يعني تبعات هذه الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات. للأسف الشديد لم نلقى الآذان الصاغية ولم نستدعى للحوار سواء محليا
أو لا جهويين أو لا مركزيين. يعني كيف تقدرون يعني نسبة المشاركة في الإضراب في قطاع سيارات الأجرة بصنفين؟ بالنسبة للتقييم أكاد أجزم بأن نسبة نجاح الإضراب تجاوزت 80% بل أكثر من ذلك. شارك في الإضراب مهنيو النقل الطرقي في مجموعة من المدن بدءا من وجدة، العيون، تاوريرت، قرسيف، جرادة، تندرارة، بوعرفة، تالسينت، بنيت الجيت، وطات الحاج، أحفير، بركان، السعيدية، راس الماء. دونك هذه هي المدن تقريبا اللي شاركت في هذا الإضراب واللي ساهمت بواحد الشكل كبير في إعطاء إشعاع لهذا الإضراب وفي توجيه رسالة إلى من يهمهم الأمر بأن المغرب غير النافع كما يصنف من طرف الدوائر الرسمية، أو لا المغرب العميق سينتفض لا محالة على هذا الوضع، حفاظا على قوته اليومي، حفاظا على رزقه ورزق عياله، لأن أصلا هاد مهنيو النقل الطرقي لم يعد لهم ما يخسرونه طالما أنهم خسروا كل شيء. شكرا لك سي عزيز. إذن كما تلاحظون المشاهدين الكرام، الإضراب مستمر والذي بدأ منذ الساعة الأولى من صباح اليوم حسب ما أكده يعني الداعون للإضراب، فإن الإضراب بدأ في الساعة الأولى يعني منذ الساعة الواحدة صباحا. توافدت على الشارع محمد الخامس بمدينة وجدة سيارات الأجرة التي كما تلاحظون وكما أسلفت الذكر أغلقت الشارع في وجه حركة السير، وهو شارع رئيسي بالمدينة. إلى هنا نترككم إلى فرصة أخرى.